ما شاء الله المخيم جنين صامد وجنين كلها بأكملها صامدة، وإن شاء الله راح نضل أقوياء إن شاء الله. واليهود بفكروا إنه كل ما قتلوا جديد، كل ما قتلوا جيل بفكروا إنهم خلص قضوا على الشعب، بس كل ما قتلوا جيل جديد بطلع جيل أقوى، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله راح نضل أقوياء.